صباح النور من جديد مشاهدينا. صباح النور من جديد. صباح النور. وعد الكلى وسيلة الجسم فعليا للتخلص من السموم، ولكن تنتشر أمراض الكلى بشكل متزايد لدرجة قد تصل إلى حد الفشل الكلوي. لذلك يجب التنبه إلى أسباب أمراض الكلى وأعراضها بالإضافة إلى كيفية علاجها وطرق الوقاية منها. عن هذا الموضوع يحدثنا مباشرة من العاصمة القطرية الدوحة الدكتور إيهاب المدهون، رئيس قسم الكلى والأمراض الباطنية في مؤسسة حمد الطبية. أهلا بك دكتور. يعني بداية، ما هي أبرز أسباب مرض الكلى، ومن هي الفئة العمرية فعليا الأكثر عرضة له؟ صباح الخير وشكرا على الاستضافة. أكثر أسباب أمراض الكلى حاليا شيوعا في المجتمعات تتركز حول الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وارتفاع الضغط الدم الشرياني. يتبعها أسباب أخرى متعددة، منها استخدام العديد من الأدوية المضرة للكلى، التهابات متعلقة بالجهاز المناعي يؤثر على النسيج الكلوي، وهناك سلسلة أو عدة أسباب مختلفة من هذه، ولكن أقل شيوعا من أمراض السكري والدم والضغط الشرياني. أيضا انسداد في مجرى الكلى، والمثال الشائع الأكثر في المجتمع هو ما يتعلق بحصوات الكلوية، وبعد ذلك مجموعة من الأمراض الوراثية مثل تعدد الأكياس في النسيج الكلوي. هذه بشكل عام، ولكن بشكل خاص نركز على الأمراض الأكثر شيوعا بشكل خاص مرض السكري وضغط الدم الشرياني. بالنسبة ما يتعلق بالأكثر عرضة بالفئة العمرية، أمراض الكلى تزيد بشكل مضطرد مع ازدياد العمر بشكل عام في أغلب المجتمعات على مستوى العالم. بشكل خاص في منطقتنا العربية نلحظ أن ازدياد نسبة أمراض الكلى نسبيا أعلى في سن أصغر من الدول الأخرى، وذلك لانتشار الشديد لأمراض السكري وضغط الدم. طب مع كل هذه المعطيات، هل يمكن الوقاية من أمراض الكلى؟ نعم، الحقيقة من الشيء الجيد هو في التعامل مع أمراض الكلى أن هناك مجال كبير للوقاية، وذلك بالمحافظة على الكشف الدوري بالذات للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة كالسكري وضغط الدم الشرياني، متابعة الطبيب حتى لو لم يكن هناك أي أعراض، لأن كثير من أمراض الكلى لا تعطي أعراض في المراحل البدائية، فهذا شيء أساسي في الوقاية من أمراض الكلى. ثانيا، تجنب كل ما يعرض الكلى للتلف، ومن الأسباب الشائعة استخدام الأدوية بدون استشارة الطبيب، التعرض المتكرر للجفاف وخاصة في المناطق الحارة. ثالثا، الوقاية من الأمراض التي تؤدي إلى نتائج ثانوية بتأثير على الكلى، مثال الالتهاب، الالتهابات البولية وغيرها. بشكل أساسي أركز على موضوع المتابعة الدورية مع الطبيب المشرف للحالات. نقطة أخرى نركز عليها، إذا كان هناك عامل وراثي في الأسرة لأمراض الكلى يفضل الكشف المبكر للتأكد عدم وجود هذه الأمراض في أفراد الآخرين من الأسرة، لأن بشكل خاص أمراض الكلى لا تعطي أعراض في مراحل الأولى. نعم. طيب دكتور، كيف يتم تشخيص مرض الكلى؟ نعم. وما هي العوارض أو المؤشرات التي قد تتشابه مع أمراض أخرى؟ نعم، التشخيص يتم أساسا ببعض الفحوصات المخبرية المتوفرة في أغلب المختبرات حتى في المستشفيات والعيادات الصغيرة. هناك تحليل دم وتحليل للبول يتم بشكل بسيط وسهل وسريع لإعطاء مؤشر أولي أن هناك عطب في وظائف الكلى. عندما يتم تشخيص المراحل الأولى، الطبيب المختص يقوم بعمل إجراءات وفحوصات خاصة بعد ذلك لتحديد الأسباب المؤدية لهذا المرض. نأكد على نقطة أن هذه الفحوصات البسيطة متوفرة في أغلب العيادات وأغلب المستوصفات والمراكز الصحية حتى في المناطق البعيدة عن المدن. لا تهمل كليتك.
بعد ما يتم التشخيص بشكل دقيق تتبع ذلك المراحل العلاجية. بالنسبة للأعراض المختصة بموضوع الكلى، للأسف عن العلاجات المخصصة، وهنا يعني التشخيص سوف يحدد أيضا وجود مرض أو مشكلة في الكلى وأيضا نوع المرض، لأنه معروف أنه هناك المرض الكلى المزمن والذي ننوي يعني الحديث عنه في حلقات مقبلة، ولكن مرض الكلى الحاد ما هي علاجاته الطبيعية والطبية، وهل هناك نسبة للشفاء؟ نعم، أكثر الأعراض اللي هي ممكن تصاحب المريض الإجهاد الحاد، قلة خروج البول، ممكن يكون هناك تغير في بعض علامات على الجلد، ولكن بشكل عام يفضل الكشف المبكر من خلال الفحص الطبي بالطبيب المختص وعدم الانتظار إلى تطور الأعراض إلى درجة كبيرة. مجرد ما يلحظ الإنسان أي تغيرات من هذه يفترض به، وخاصة الناس المعرضين أكثر عندهم أمراض السكري والدم والضغط الدم الشرياني، اللجوء إلى الطبيب في أسرع وقت. العلاج يتم رقم واحد بالتأكد من أنه هناك تروية كافية للكلى، تجنب كل الأدوية والمسببات الأساسية المؤدية إلى هذا العطب الكلوي بناء على التشخيص الذي تم وحدد السبب. ببساطة مثلا نقص السوائل الحاد من الجسم نتيجة إسهال أو تقيؤ متكرر قد يؤدي إلى الجفاف وبالتالي إلى قلة وظائف الكلى. تعويض هذه السوائل قد يكون في المرحلة الأولى كافي جدا في إعادة نشاط الكلى إلى وضعها الطبيعي. نعم، هل هنالك من نصيحة أخيرة تود إضافتها دكتور؟ نعم، بشكل خاص أؤكد إلى إخواننا والناس المستمعين إلى ضرورة وأهمية الفحص المبكر من خلال الطبيب المختص. نعم. الحياة بشكل صحية من طريقة الرياضة، الممارسة الرياضة، المحافظة على شرب السوائل بشكل كافي، تقليل من الملح والمواد النشوية عالية التركيز، هذه أساسيات في عملية الوقاية من أمراض الكلى على المدى البعيد. إذن الدكتور إيهاب المدهون رئيس قسم الكلى والأمراض الباطنية في مؤسسة حمد الطبية، شكرا جزيلا لك، حدثتنا من الدوحة. شكرا. يعني وعد انطلاقا